طيب إلى دوحة المونديال معانا على الهاتف الصديق العزيز والكاتب الصحفي اللبناني المتميز الأستاذ علي الزين. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير عليك أستاذ إبراهيم، نحييك ونحيي أستاذنا الكبير عدلي الكايعي، وأنا سعيد بالتواجد معكم كما دائما. شوف أنا عارف إن أنت كنت محتاج يكون الحديث عن الأهلي، لأن أنا عارف قد إيه أنت متأثر بالأهلي وقد إيه متحمس لنموذج الأهلي، لكن خلينا كاس عالم دلوقتي. طبعا الاهلي كل دقه وكل ثانيه، لكن هلا الحدث بيفرض نفسه طبعا. صحيح. قول لي حضرتك، انا شايف ان انت يعني موجود عندك وبتغطي البطوله عن كثب، ايه المشاهد اللي انت راصدها وانطباعاتك حتى الان؟ يعني استاذ ابراهيم، شيء بيفرح القلب اللي عم بيصير بالدوحه، في الدوحه يعني قطر أوفت بوعودها، وعدت وأوفت رغم كل المشككين اللي كانوا على مدار السنوات الماضية يعني عم بيشككوا بقدرة قطر، والإعلام الموجه بالغربي اللي ما خلى شيء ما كتب عنه، لكن قطر أثبتت منذ الافتتاح أمس إلى اليوم أنها ستقدم مونديال يعني الأفضل في التاريخ كما وعدوا من اليوم الأول، ونحن هذا الشيء عم نلمسه من مباراة الافتتاح وحتى من قبل الافتتاح لما الملاعب كانت جاهزة من قبل سنة تقريبا، لما البنية التحتية كانت جاهزة من قبل فترة طويلة. يعني انت عم تلعب كأس عالم براند نيو مثل ما بقولوا، يعني اللبسة الاولى بكل شيء. فحتى الان الكل سعيد، التنظيم على اعلى مستوى، في انسيابية بدخول وخروج الجماهير، محطات المترو شغالة بقوة يعني بقوتها القصوى، المواصلات على اعلى مستوى، الجماهير مستمتعه جدا، حضور جماهيري من كل انحاء العالم، وهذا الشيء بتشوفه بكل الاماكن، الاحتفالات اللي قطر قدمتها ان كان بسوق واقف ولا في مدينه لوسيل او في كتارا او مدينه الخور او حتى في مدينه الوكره او حتى الكورنيش، فبتلاقي الجماهير من شتى انحاء العالم متواجدين بما فيهم الجمهور المصري. فكرة المنتخب الجماهير بقى، ان الجماهير العربية كلها تتوحد في مدرج واحد عشان تساند كل المنتخبات العربية في مبارياتها، انت شايفها ازاي وقوتها عاملة ايه؟ لا هيدي خطوة رائعة جدا جدا ورائدة جدا. يعني هي سموها رابطة الجماهير العربية، لانه المونديال استاذ ابراهيم لأول مرة يقام على أرض عربية. أي. فلذلك حاولوا انه المنتخبات العربية تلقى مؤازرة من كل الجنسيات العربية الموجودة في الدوحة، وهذا الأمر اللي صار. يعني بتلاقي على المدرج في اللبناني، في المصري، في المغربي، في التونسي، في الأردني، في الفلسطيني، في الموريتاني، في السوداني، من كل أنحاء العالم العربي، الكل متحدين لتشجيع المنتخبات العربية. امبارح كان في مجموعة متشجع قطر، بكرة مجموعة حتشجع السعودية، اللي بعده حتشجع تونس والمغرب. فهيدا امر ايجابي جدا بعتقد انا، ونحن كعالم عربي محتاجين اتحاد، محتاجين الوحده، محتاجين نرجع نتكاتف وتكون ايدينا مع بعضنا، حتى لو كان بكره قدم، بدايه بكره القدم، بكره بترجع الامور لطبيعتها، لانه بالنهايه ما بيصح الا الصحيح. فهيدي خطوه رائده، يعني انه رابطه الجماهير العربيه تكون خلف المنتخبات العربيه، وانا شايفها خطوه مميزه جدا، وممكن تفتح الآفاق جديدة بالمستقبل. هي يعني فكرة، أنا تصوري أنها حققت ما كان يبدو مستحيلا، أن احنا نتجاوز خلافاتنا الحقيقة السلبية البسيطة اللي ملاش معنى، ونقول أن قوتنا في وحدتنا بنموذج عملي على أرض الواقع، فنختصر الزمن والمسافات بهذا التكوين اللي تم، والذي يجب ان ينمو وان يشجع من كل الـ يعني الـ هنقول ايه العربي. الشعوب عملت اللي عليها، فلتتلقى في الحكومات هذه المبادره. والله هي شوف استاذ عدلي، انا بعتقد انه الخطوه هيدي في لها يعني تشجيع ودعم من اعلى مستوى. لذلك لما قلت لك خطوه يبنى عليها، كنت عارف شو عم اقول انا، لانه الحمد لله اذا بتشوف امبارح بحفل الافتتاح
التواجد العربي الكبير اللي كان موجود من اعلى المستويات واعلى الهرم وانت نازل، باكد لك انه 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 لما قالوا ببدايه فوز قطر في حق تنظيم مونديال وقالوا هذا مونديال العرب، مونديال المسلمين، مونديال العالم العربي، امبارح اثبتوا هذا الشيء قولا وفعلا. كل يعني تقريبا كان في رؤساء دول عربيه موجودين، قيادات عربيه موجوده على المنصه، كان في جمهور عربي من كل الجنسيات، فهذا الشيء لمسناه بالواقع. قبل فتره كان في عندنا كاس العرب بالدوحه وكانت رساله سلام كبيره، وشفنا حفل الافتتاح كيف كان، وكانت كل الناس الى الان تتحدث عن ذاك حفل الافتتاح. امبارح كانوا عم يثبتوا هذا القول بالفعل انه المونديال جامع، المونديال اللي جعلنا ايد واحده، وان شاء الله دائما بنكون ايد واحده. وانا بشد على اللي قلته يا استاذ عدلي وانت استاذنا جميعا، انه قد تكون خطوه تتبعها خطوات بهذا الامر. طيب النهارده حتى الان نتائج الثلاث مباريات، قطر بتخسر مباراه الافتتاح من الاكوادور، ثم الانجليز النهارده بيكسبوا ايران 6-2، والسنغال بتخسر كمان من هولندا 2-0. المؤشر الفني شايفه ازاي؟ المؤشر الفني يا زميلنا ابراهيم بيقول انه لحد الان الكره الاسيويه والكره الافريقيه في مهب الريح الى الان في البطولة. نامل ان تتغير الصوره، لكن يبدو انه الكره الاوروبيه لا زالت يعني تسير بتصدينا باشواط كبيره، يعني وحتى كره امريكا الجنوبيه. امبارح مباراه الافتتاح كل شيء كان بالافتتاح مميز الا اداء المنتخب القطري في مباراه الاكوادور. اليوم كما هو معروف المنتخب الايراني منتخب قوي جدا وصلب جدا، لعينيه مترنح ويعني واشلاء منتخب امام المنتخب الانجليزي اللي كان ممكن يفوز ب10 اهداف. منتخب السنغال صمد حتى الدقيقه 80، لكن يبدو غياب ساديو ماني بياثر على المستوى الهجومي للفريق، وسقط امام منتخب هولندي عادي جدا بهدفين مقابل لا شيء. لذلك اعتقد انه الكره الافريقيه والاسيويه لم تقدم الانطباع المرجو منها في اول مباراتين، لكن كما هو معروف انه بالبطولات الكبيره والبطولات ككاس العالم، بطوله اوروبا، كاس افريقيا، حتى بكاس اسيا، المستويات الفنيه تبدا بالظهور بعد المرحله الثانيه. نامل ان تتحسن الاوضاع، يعني نحن كعرب وحتى كافارقه واسيويين انه يكون مستوانا افضل من اللي ظهر باول يومين. مباراه السعوديه في الغد مع الارجنتين حضرتك شايفها ازاي؟ والله اول شيء خلينا نحكي عن الاجواء الجاليه الارجنتينيه او الفريق او الجمهور الارجنتيني، يعني فعلا بحضور كثيف في الدوحه، يعني هذا مشجع جدا. وايضا الجمهور السعودي وزحف خلف المنتخب السعودي، خاصه انه الطريق البريه مفتوحه على مصراعيها، بوضعوا قوانين تسهل وصول الجمهور السعودي الى الدوحه. اعتقد بكره استاد لوسيل اللي هو الاكبر 80,000 راح يكون مقفل بالجماهير، هذه كبدايه. طبعا المنتخب الارجنتيني الكل عم يرشح الارجنتين لاحراز اللقب لاعتبارات كثيره، منها انه الفريق لم يخسر باخر 3 سنوات. المنتخب السعودي بيعرف المباراه قديش صعبه، بيعرف انه عم يلعب مع الفريق الافضل ومع اللاعب الافضل بالعالم، لكن هو حيلعب باعصاب مرتاحه، لانه بنذكر قبل اسبوعين او ثلاثه استقبال الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اللي طلب من اللاعبين الاستمتاع وما طلبهم بنتائج، لذلك هو خفف العبء عن المنتخب السعودي. فاتوقع المنتخب السعودي يقدم مباراه جيده، لكن النتيجه ما بدنا نوضع ضغط على اللاعبين لانه بنعرف الفوارق بين المنتخبين. رينارديو يبقى عنده صعوبه كبيره في السيطره على ميسي؟ يعني هلا اذا هيرفي نار بده يلعب، انا بعتقد بده يلعب بمنظومه فريق متكامل، لاعب 1 اون 1 على ميسي. نحن بنعرف كلنا انه هذا ضرب من الخيال، ما في لاعب بالعالم موجود حاليا بيقدر يوقف ميسي اذا لعب عليه مان تو مان. لذلك على هيرفي نار انه يمنع الكره توصل لميسي عبر يعني
خطه متكامله، خطه تجفيف المنابع يعني. للجميع اللاعبين، تجفيف المنابع. تجفيف المنابع، صحيح هذا الكلام الصحيح، تجفيف المنابع حتى ما توصل للخطوط الاماميه بوجود ميسي ولاوتارو مارتينيز والمجموعه المتميزه في الارجنتين. لا تتوقع انه المنتخبات العربيه والافريقيه تلاقي السهوله في ان هي تعدي مرحله الدور الاول، ولا الامر مش سهل؟ انا بتوقع يعني عندي احساس ان المنتخب المغربي قادر على التاهل للدور الثاني، يمكن يكون غلطان بس انا من رؤيه فنيه بعتقد انه المنتخب المغربي حيواجه المنتخب البلجيكي والمنتخب الكرواتي بالمجموعه، ولا اعتقد انه المنتخب الكرواتي او البلجيكي بافضل حالاتهم بهالفتره، الفريقين وصلا الى مرحله متاخره، يعني معظم لاعبينهم وصلوا الى مرحله ما قبل الاعتزال، لذلك في فرصه كثير كبيره للمغرب، خاصه بعد المستوى الفني اللي شفناه بالمباراه الاخيره امام جورجيا، يعني المنتخب المغربي قدم مباراه رائعة جدا والفوز بالثلاثية، فأعتقد أنا إحساسي ورأيي الفني المتواضع بقول المنتخب المغربي الأقرب للتأهل. فوز منتخب مصر حتى ولو كان وديا على بلجيكا كسر شوكة البلجيك شوية بالنسبة للمغاربة؟ طبيعي، بيعطي معنويات للمنتخب المغربي إنه المنتخب البلجيكي حتى لو كان موجود فيه دي برويني ولوكاكو، لكن مش هو المنتخب البلجيكي اللي كان قبل 4 سنوات او قبل ببطولة اوروبا، فاعتقد انه لانه في قادر، وخاصه انه منتخب مصر يعني اعطاهم مثل ما بقولوا رشدت الفوز على بلجيكا رغم انه المباراه وديه. طيب على المستوى الصحفي بقى والاعلامي، وحضرتك متواجد في وسط الصحفيين والزملاء الاجانب كلهم، شايف مردود فرض الثقافه العربيه والاسلاميه على اجواء المونديال مردودها على المستوى الاعلامي ايه؟ لا يشوف استاذ ابراهيم، هي تعتمد على الدوله، يعني لحتى الان بتحس في يعني اعلام انجلترا او اعلام فرنسا او الاعلام الالماني او حتى بعض الدنماركيين بتحس عندهم اجنده، بتحس انه مهما قدمت لهم من حقائق وفتحت لهم يعني افاق الدوله واخذتهم يشوفوا بام العين، لكن في اجنده هن مركزين عليها، هي حقوق العمال مثلا والمجتمع الميم، فهيدي يعني شغلهم الشاغل، لكن غير هيك الكل مستمتع. شوف الاعلام الارجنتيني، الاعلام البرازيلي، وسائل الاعلام الاسيويه، اليابانيه، الصيني اللي موجود، يعني هدول دول تعتبر رائده بهالمجال، كلهم موجودين ومستمتعين باستثناء اللي تحدثنا عنه اللي هن اللي هو اوكي عنده اجنده اصلا. هون ما قلت لك انا جايين باجنده، وهيدي الاجنده لا انا ولا انت رح نحن نقدر نغيرها. صحيح. نحن عم نقدم مونديال متميز جدا والناس مستمتعه، وهن خليهم يعني عايشين بهذا الجو، اصلا اساسا يعني بدات الناس تتململ حتى في بعض دول الخارج من هالتركيز الدائم وصب الاخبار المغلوطه، فبدأ يفقدوا الكثير من المصداقيه، وكلام رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم انفانتينو كان واضح بهذا الاتجاه، حيث صوب على الكثير من النقاط اللي عرت هذا الاعلام الغير واقعي. باشمهندس عندك؟ لا ده هو يعني الحقيقه حطتنا في صوره كامله، كملت لنا معلوماتنا، وكل الامنيات الطيبه بقى لما تبقى من فرق عربيه وافريقيه واسيويه انها تشرفنا وتقول لا عندنا كوره وعندنا نجوم مهمين. وانا معاك ان المغرب اقرب نموذج، والسعوديه ممكن يحققوا نتائج طيبه في هذا الامر. ان شاء الله بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه، وانا سعيد اتواجد معكم، وعلى امل بعد البطولة ومتعة كأس العالم إن شاء الله نرجع نفتح صفحة النادي الأهلي، لأنه الأهلي يبدو ببداية موسم واعد، وأنت بتعرف أنا متابع يعني نهم لأخبار النادي الأهلي، وأتمنى يرجع الأهلي يفرحنا كما فرحنا كثيرا ودائما. طب أنا يعني لازم أسألك بما يسعدك،
ازاي شفت الفترة الأخيرة الأهلي وتجربته في بدايتها؟ لا الأهلي يعني بداية هذا الموسم واضح إنه هذا موسم إن شاء الله بيكون موسم الحصاد بالمدرب الجديد باللاعبين الأجانب الجدد وبالفوز الكبير اللي اتحقق على نادي الزمالك بمباراة السوبر مع الأداء اللي قدمه الأهلي وأثبت إنه الأهلي واضح إنه بده يستعيد الصدارة ويستعيد الرقم واحد والزعامة وهذا شيء مش جديد على النادي الأهلي. دائما أنا كنت أقول الأهلي بيكون في فترة هبوط اضطراري تغيير جلد تغيير يعني يعمل ريفرش لقوته دماء شديدة ثم بتعود تنطلق وبيرجع بيسيطر مثل العادي يعني ما في شيء جديد. إن شاء الله يا أستاذ علي ودائما سعداء بالتواصل مع حضرتك. أنا سعيد بالتواجد معكم وإن شاء الله اللقاء القادم بيكون بالقاهرة. إن شاء الله تشرف وتنور إحنا يعني دعوناك كتير بس أنت واضح إن أنت مشغول. لا لا قريبا إن شاء الله بنجيكم بأقرب فرصة. تنور وتشرف دائما. وجودكم يعطيكم العافيه وشكرا على الاستضافه. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي المتميز الاستاذ علي الزين متحدثا من الدوحه واعتقد وصفا لاجواء المونديال برؤيه فيها كتير من العمق العربي. لا طبعا الراجل عنده خبرات وبيروح للمعنى باكثر جمله واصدق الجمل تقدر تتابعه وتاخد منه اللي انت عايزه. وبعدين عارف ان هو لازم يتكلم على الاهلي. هو لازم يحلي بالاهلي. جميل.